ومن أمام مقر هيئة الانتخابات بتونس ينضم إلينا ياسر دبابش. ياسر، إذن كل حزب تقدم بمرشحه وأيضا هناك مرشحين مستقلين، هل لك أن تصف لنا الأجواء في هذه الساعات الأخيرة قبل غلق أبواب الترشح؟ سهام، بداية اسمح لي بالبداية بآخر المستجدات، وهو ارتفاع عدد المتقدمين لسباق الرئاسة 62 مطلبا هي حصيلة المتقدمين حتى هذه الساعة. تم فتح باب قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة يوم الثاني من الشهر الجاري. بعد ساعات قليلة يتم إغلاق أبواب هيئة الانتخابات ومقرها المركزي في العاصمة التونسية بالخلف تماما. هناك شخصيات سياسية ومستقلة تقدمت اليوم بمطالب الترشح، أبرز تلك الشخصيات رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد والقيادي البارز بحركة النهضة عبد الفتاح مورو، إضافة أيضا لوصول عمر منصور قبل قليل إلى مقر الهيئة وهو شغل منصب والي محافظة أو والي تونس العاصمة. بكل الأحوال أيضا هناك شخصيات تقدمت في الأيام القليلة الماضية، أبرزهم وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي، إضافة إلى منجي الرحوي وعبير موسي وحمى الهمامي ونبيل القروي وهو رجل أعمال والعديد من الشخصيات أيضا. بالنسبة للمشهد هنا سهام، حالة من الحراك المكثف في اليوم الأخير من فتح أبواب قبول الترشحات، هناك حركة نشطة إن كان من قبل المترشحين أو حتى أنصارهم ومن قبل أيضا رجال الأمن الذين يعملون على تأمين محيط مقر هيئة الانتخابات التونسية، بالإضافة لحضور عدد كبير من الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية المحلية وكذلك الدولية. طيب ياسر، هل من ردود فعل، هل من أصداء على الأسماء التي تقدمت الآن بأوراقها، خاصة مرشح النهضة عبد الفتاح مورو وأيضا يوسف الشاهد وأيضا باقي الأسماء البارزة والتي لها ثقل بالنسبة للمجتمع التونسي؟ أريد هنا الأصداء السياسية وأيضا المجتمعية. الأصداء السياسية، الحديث يدور حول الشخصيات دعينا نقول التي شكلت محور يعني لفت نظر للتونسيين، نتحدثون عن الشخصيات السياسية وأيضا من تقود عدة وزارات، نبدأ بعبد الكريم الزبيدي ومن ثم يوسف الشاهد رئيس الوزراء وعبد الفتاح مورو وغيرهم من الشخصيات. مورو طبعا يشغل منصب رئيس البرلمان بالنيابة. إذا ما تحدثنا عن ردة الفعل السياسي، نتحدث أيضا عن عدة انتقادات وجهة ليوسف الشاهد رئيس الوزراء ولحركة النهضة الذي يعني حيث عديد القراءات السياسية ذكرت عن تخلي حركة النهضة عن حليفها يوسف الشاهد، وأيضا نتحدث هنا عن وزير الدفاع الذي يعني نال تقريبا دعم التونسيين عبر منصات التواصل الاجتماعي العديد منهم بالتأكيد، وأيضا أيدت مشاركته حركة نداء تونس وأعلنت دعمها له. يعني هذا دليل سهام أيضا وفق المتابعين بأن المنافسة ستكون شديدة بين يعني من دخلوا السباق الانتخابي الرئاسي. نحن نتحدث عن 62 طلبا. بالنسبة إذا ما عدت إليك قليلا للوراء وردود الفعل الشعبية كانت أيضا متباينة، خصوصا حول تقديم رئيس الوزراء يوسف الشاهد طلب ترشحه لهيئة الانتخابات وهو على رأس رئاسة الحكومة التونسية يدير القصبة. كانت الانتقادات بالجملة أيضا له من قبل المعارضة، وهناك البعض من بعض التونسيين أيضا الذين قالوا بأن من حق الرجل دستوريا الترشح للانتخابات. أيضا سهام، هنا أذكر بأن يوسف الشاهد بعد أن قدم طلب ترشحه للرئاسة قال بأنه لن يستقيل من منصبه وسيواصل مهامه على رأس رئاسة الحكومة، سيما وأن هناك تحديات تجابه تونس أبرزها الإرهاب وأيضا حالة الطوارئ والموسم السياحي وغيرها من الأمور. شكرا جزيلا لك ياسر دبابش مراسل الغد، كنت معنا من أمام مقر هيئة الانتخابات بتونس.